غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة، تلبية لدعوة تلقاها من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للمشاركة في مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث والتي تقام في العاصمة البريطانية لندن. رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال.